صبحكم بالخير. فيديو تاني معلشي. اهلا بكم، اهلا بالمجرير. تشكنوا سخين ولا مجرير؟ روحتوا اوصف شوكات من خلال واحد عم بيحكي على التليفون معكم. تجيبوا يوسف فنيان استيسمع، وبعدين اربطوا التليفون ديركت على حزب الله تيعري فوق طلتوا وصف شوكات، وانتوا مسؤولين. تتحيك ما اخر سوري بدو يلحق كانوا يلحق اولادكم. طمنوا بالكم، جاي الايام. وقت اللي كنت احكي بيتكسر لبنان مثل سوريا تحكتوا عليكم. هلا اذا منو بيت القديس بيت القصد، الحديث اللي بدي قلكن يسمعوا، تفرجوا على هالمسرحية اللي بكن تضحكوا عليها كلكم. إيران كل يوم كل يوم كل يوم في اجتماع مخابراتي أمريكي إيراني وإسرائيلي إيراني. إذا كل يوم كل يوم الإيرانيين ما نقطعين مع حتى، عم بحكي النظام مش الشعب الإيراني. وقت اللي بحكي عن سوريا، وقت اللي بحكي بقول الشعب السوري، وقت اللي ما بقول الشعب السوري بقصد النظام. وقت اللي بقول شيعة لبنان بقصد حسن، بقصد حزب الله، مش أبناء الطائفة الشيعية الكريمة كبار كتير وأسيادنا بكل معنى الكلمة، أولاد العائلات والمهمين. أحدهم اليوم عيد مولده كمان من هالأسياد الكبار بتاريخ أبناء الطائفة الشيعية. عيد مبارك. طيب شو اللي بدنا نحكي؟ إذا قلت لك إن المخابرات كل يوم كل يوم في اتصال، مش ما شيء بعطوه. حزب الله زعل إنه البطرك الموروني عم بيحرك بهالوقت كلمة حياد. أنا بدي أحكي لك إن السيناريو البسيطة أنتوا تفهموه، يعني عم بسط الأمور. السافل والوسخ اللي ما في أخلاق، مش هو وحده، مرته وبناته وأسرته علمن كل السفالة. رب البيت لما بيكذب وبيتخبسن وبيقتل وبيحمل دم وبيعمل كل شيء، بيعلم العيلة هو اللي عم بيسمعها. يعني وقت اللي بتحكوا عن الزبرون بيسيل، هو ما بيعلموا ياهن كلهم، هيك بتقول. بيقول له البطرك الماروني، بيقول له بالحرف الواحد ليه زكزك حزب الله؟ قول هو زكي عبقري، أسفي على اللي جيبوك وخلوك جي أوي جيش، أسفي عليهم. يرجعوا يعينوك رئيس وزراء، أسفي عليهم، راح وصول ليهم. هون طلعت الناس، صورت الناس تتفاعل. ليش عم تتفاعل مع البتروك؟ مثل ما تفاعلت مع ميشيل عون، بدهم خلاص أنا زيك من النظام السوري الإرهابي على لبنان وسرقة لبنان بهالشكل هذا وإذلال الشعب اللبناني وقتل زعمائهم وتعيين سفالة وحسالة الناس بحكومات الياس الهراوي لما كان رئيس جمهورية وإميل لحو 18 سنة. إذن الناس أيدت البترو، بدنا خلاص من هالوضع. ما في خلاص، بس ما بدي قلكن ليش، بقولكن بشيكن وقت قلكن. وقت اللي قلت سوريا بتتدمر مثل لبنان، تحكوا كلهم تدمر لبنان. يعني شو بده يتدمر؟ الحجر بوقتا مش بقى ينفع الحجر، المي كله، الكهرباء، المي، الطرقات، هذا كله تدمر. شو بده يتدمر؟ إن كنت تصيروا لاجئين، عم بتصيروا لاجئين بالدول الكبيرة، ما عم بتروحوا على الأطراف، عم بتروحوا على الدول برا، على أفريقيا، على أمريكا، على كذا. هلأ مسكر عليك إن هالدنيا ما عيد فيها الخير اللي كان بالدنيا. كنتوا نوصل وين ما كان يعطونا الإقامة، هلأ ما بقى فيه، صور صعب كتير. شعب فنزويلا روح على المخيمات، شعب لبنان بعد
مين بيعرف شو اللي جاي؟ لا بعرف، بس ما بدي أقولكم، خلو كل شيء بوقته. طيب اسمع، إذا تفعلت الناس غلط البتراك، ما لك حق تجيب لبناني حامل الجنسية الفرنسية كونه بيتعاطى مع المخابرات الفرنسية، هذا شيء طبيعي، مش إنه بيتعاطى يعني عميل، لا بيقدم رابور بالحديث هو والفرنسوي وبيعطي رأيه وبيعرف من أيام بشير وجاي وكل اللبنانيين بيعرفوه، ما لك حق تجيبه، غلطة كبيرة عملته. خذ هلا أشفي ودوا لك عباس إبراهيم بلعبة الأمام، نلعبها هيك بنقعد اثنين، أنا عبد الناصر وأنت التاني، كيف أنا بحكي، بيسموها لعبة الأمام بالمؤسسات الرسمية العالمية العقول، يعني behind Machiavelli، تقدروا يوصلوا إلى حد ما إلى استراتيجية على عبد الناصر. مثلا كتب جوبلين بكتابه لعبة الأمم مثلا، وبيهايند ماكيافيلي حب المكتب مالية شؤون تجيب الكنية، اثنين من هارفارد كتبوا الكتاب. طيب استراتيجيات يعني، فراح بيقول له سمحت البتروك أنا حزب الله يعني حكيت معه، ما عندن شيء ضد الحيل، وهني ماشيين معك مثل ما أنت بتريد، صرف مثل ما بتريد وهني مأيدينك بالحيل، لبنان يحتاج إلى الحيل، وفيك تنصق مع المجلس النيابي يعني مع نبيه بري ومع ميشيل عون ومع شو اسمه إذا حسين دياب، مع حسين نصي وهني موافقين. شفتوا كيف بيضحكوا على البتروك؟ وإذا الأمم المتحدة بيوافقوا وبيصدروا هني موافقين، هني عم بيقولوا بالحرف المبدأ خيي بلبنان نحن ما بدنا نتعطى بشي، نحن بسوريا عم نتعطى. نعم بدو يقولوا البتروك طيب ما في الحدود، هذا بدك تحكي مع رئيس الجمهورية ومع رئيس الوزراء، مفروض يسكروا الحدود، هني معك 100%. بيذكروني بحافظ الأسد وبرفعت، هيك يحكوا مع اللبنانيين بالبداية. وبيسودوا من ورا ستور جون عباد وأمثاله. خلوني كفيل ها البترك ركود ركود ركود، كيف فيك تعمل الحياد؟ أرجوك تركود، هني موافقين. جريت لحيد سيمبيري رأساً المخابرات الإيرانية، جريت اتصال بالمخابرات الإسرائيلية لتقتلوهم لأنه حزب الله ضعيف كتير، نرجوكم ما في لزوم نكبره، تركوهن يرجعوا، ما قتلوا واحد، ما اعتقلوا واحد، تركوهن يرجعوا بنقل طلب الأجهزة الإيرانية. طمنوا بالكن طمنوا بالكن، هاي هان المنافقين الكذابين المصقفين، أشو اللي بيصقفوا، اللي عندنا معيشات مثل المجرير بصغرتي، عندنا معيشات وما بيروحوا على الشغل وبياخدوا نتفي من اللوتو وبياخدوا نتفي من هان، هذا هيك يعني. فهال قوموا صوروا بدهم يضيفوا حلو وزمامير السيارات، وانتصرنا وانتصرنا مثل بال 2006، طلعوا حاملين الناس يا حرام العلم الأبيض ورجعوا فاتوا لما وقفت بال 2006 حزب الله بهالسيارات وأعلامه وعاملين هيك إنه انتصروا، انتصروا شو؟ نفس الشيء مبيري. وعي حزب الله إنه وديت عباس إبراهيم للبتروك، قال خي نحن ما قلنا دخل ما تعطينا فيه. هان بما إنه كان وزير بالحكومة سامح الله الرئيس أمين جمية بميشيل عون وبسجعين، قصدي معلش أنا بعرف عشان طلع من تمه، فبيتصلوا بسجعين قصدي بده يكون واحد من حزب الله معروف يعني، كأسي السجعين ولك والله نحن مع الحيات، والله نحن ما عملنا شيء مبيري، لكن الناس بتتفاعل على الأرض، انت بتعرف المنافقين والكذابين والبيصقفوا، نحن ما قلنا علاقه، نحن كل مشكلتنا مع المورني وحدي ما في غيره يا أسي السجعين،
ما بيجيبوا لنا شخص مثلك رئيس جمهورية نمشي فيه وكلنا نرتاح. بيكبر له روسه هان، بيكبر روسه السجعين قصدي. أنا بيت الجمعية مثل ما قول وقت اللي قولوا له استقيل ما استقال من الحكومة، أنا حزب الكتير. إذا بالبوطنية كله من جوه، هيدي القصة كلها يا أخوي اللي صايرة قدامكم هلا. البترك الكود، الاتصال كل يوم كل يوم بشارة الراعي، الحقير بشارة الراعي مثل ما أنت بتكتبها أنا بقول لك هي. المخابرات الأمريكية الإسرائيلية والمخابرات الإيرانية، والمخابرات الإيرانية الإسرائيلية ما انقطعت أبدا بعد الاتصال الشانل سكرت بيقولوا لها بعد ماشي، ما وقفت أبدا. ولا يمكن يضعفوا النظام الإيراني ولا النظام السوري، ضعفوا للنظام السوري لأنه ما بقى عنده شيء. النظام الإيراني صار ضعيف، بس بدك تسلم الصواريخ والنوكليير الفاسيليتي تبع النوكليير ونفجر كل مليهم إيمي، ما بقى فيك انت عملوا هالشي وخلوكم مثل مينكم. هلأ بتقولوا لي إنه جرى الاتصال مع القطريين، يعني مش عم بيجتمعوا بقطر، صحيح الحكي ما هي الاجتماعات بقطر جي عم تجرى كله. إذن هيدي هي، مشان ما تضيعوا أبدا وتفكروا أشي. هان بيودوا من ورا ستور مثل جون عباد وهال لسجعين أصغر، نفس الأسلوب نفس التكتيك تبعهم. شو هو الحال أيها اللبنانيين؟ حكومة بالخارج بتشلحوا الشرعية تبع ميشيل عام من إيده، ما فيك انت عملوه ما بيخلص وطنكم. والانفتاح الكلي على دولة إسرائيل، مثل ما هن فايتين مع الإسرائيليين انتو كمان بتفوتوا، بس انتو بعرضكن إجابة، هل لكم مصلحة بالهلال الخصيب انكن تروقوه؟ وأي شيء بتفصلوه بتشيلوه بالهلال الخصيب نحن بنلبسه، بسيطة كتير. لتعملوا بشير جميل وبعدين يقلب وما يقلب، ليكوا وين وصلوا الموارنة وين وصل لبنان بقلبة بشير؟ ما في بكن تحكوا صدق بأمركم وبخوتركم.